يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا ينهى بعض أهل العلم عن توزيع المياه في المقابر؟ وهل هذا من سد الذرائع أما باب هذا النهي؟ نعم، هو من سد الذرائع. أولاً أنه عمل محدث، وثانياً أنه من سد الذرائع، لا يأتي من يأتي بأطعمة ويأتي بصدقات عند القبور، يتوسع الأمر. نعم.